أيها المسلمون، تذكروا بدايتكم ونهايتكم حتى تعرفوا آيات الله وتعظموا الله عز وجل. أنتم أيها الأحياء الحاضرون المشاهدون سائرون على ما كان عليه أولئك سائرون، وإلى ما صاروا إليه صائرون. سوف تنتقلون عن هذه الدنيا إلى القبور بعد القصور، وسوف تنفردون بقبوركم بعد الاجتماع بالأهل والسرور، وسوف تنفردون بأعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر إلى يوم البعث والنشور، إلى حين ينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. أيها المسلمون، إن الواجب علينا أن ننظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ننظر في الأسباب التي تنجي من عذاب الله في ذلك اليوم العظيم، حتى نحذر هذه الأسباب ونبتعد عنها. وإن من الأسباب التي يكون بها العذاب يوم القيامة أكل الربا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء، فلا يحل لأحد أن يأخذ الربا ولا أن يعطي الربا ولا أن يشهد بالربا ولا أن يكتب بالربا ولا أن يكون موظفا في بيوت الربا، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان. فاتقوا الله عباد الله، اجتنبوا كل سبب يكون به العذاب والعقاب يوم القيامة، حتى تخرجوا من الدنيا وأنتم سالمون من أسباب العذاب. وإذا فعلتم معصية فلا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن دواء المعاصي وآثارها التي تمرض بها القلوب أن يستغفر الإنسان ربه وأن يتوب إليه. توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله تعالى من ذنوبكم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى، استقيموا على طاعته، افعلوا ما أمركم به، اجتنبوا ما نهاكم عنه، إنه لا نجاة لكم من النار إلا بطاعة الله، امتثالاً لأمره واجتناباً لنهيه. فاتقوا النار فإنها دار البوار، دار البؤس والشقاء والخزي والعار، دار من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ساكنوها شرار خلق الله من الشياطين وأتباعهم. ولئن سألتم عن مكانها فإنها في أسفل السافلين، وأبعد ما يكون عن رب العالمين، فهي دار عقاب الله وأبعد ما يكون عن رحمة الله. احذروا كل سبب يقربكم من النار، وإن الله تعالى قد بيّن في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسباب التي بها يكون دخول النار، وهي معلومة ولله الحمد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليتق الله امرؤ عرف قدر نفسه، ليتق الله امرؤ عرف أنه راحل عن هذه الدنيا، ليتق الله امرؤ عرف أنه سيحاسب على ما بلغه من شريعة الله. واعلموا أيها المؤمنون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة. وما هي الجماعة أيها المسلمون؟ أتظنون أنها الاجتماع في الصلوات الخمس في المساجد؟ هي من الجماعة لا شك،
ولكن المراد بذلك الاجتماع على دين الله وعدم التفرق فيه، الاجتماع على كلمة الحق، الائتلاف القلوب في كل ما من شأنه أن يكون فيه زيادة الإيمان والتقوى. تكون أيها المسلمون على الجماعة، فمن شذ شذ في النار، وأكثروا من الصلاة والسلام على إمامكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي دلكم على كل خير ورغبكم فيه وبين لكم كل شر وحذركم منه، فصلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله أن يجزيه عن أمته خير الجزاء، وأن يجعلني وإياكم يوم القيامة تحت لوائه، شاربين من حوضه، داخلين في شفاعته، مجتمعين به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.